وعليكم ورحمة الله وبركاته. كنا في الدرس السابق تعلمنا كيف نعمل populate the data grid view from two tables. كان عندنا table student و table classroom. كل classroom في مجموعة student. وعملنا الكود باللينكيو. وهذه نتيجته الآن حتظهر أمامكم. تمام. الآن أنا ضفت هنا تكست بوكس. هنا أنا عايز أعلمكم كيف نعمل سيرش وكيف تفلتر. أوكي، الدرس هذا إن شاء الله حنتعلم كيفية الفلتر باستخدام اللينكيو. في نفس الدالة هنا أنا قادر أقول له مثلا لو عايز أفلتر في استخدم الوير. تمام، وير انه مثلا الكلاس روم دوت الاي دي يكوال 1. يعني انا هات لي كل ستودنت الموجودين في الكلاس روم 1. اوكي، نشوف اجابهم. تمام، لاحظ الكلاس روم فقط 1. طيب انا قادر اقول له هنا وير انه كان الستودنت دوت الفول نيم ايكوال مثلا ابو ايهاب، لا سوري، ايكوال مثلا عمر او مثلا كابيتال. اوكي، نشوف اذا موجود عمر حيجيبه فقط. نعم، الموجود عمر. طيب هذه الفلترة بهذه الطريقة مش عملية. انا قادر هنا اقول له مثلا اقول له string مثلا name، اقول له هنا where the full name equal او هنا dot contain. لاحظ عندك هنا contain هنا اسمح لك انه انت ايش فلتر حرفيا دوت تكست او هنا خليها تمام. تعال نشوفنا مرة مثلا عايز افلتر او عمر، بس هنا بلزمني انا اخذ الايفنت في التكست تشينج لمين؟ للتكست. اقول له هنا لود داتا، هنا اقول له loading data. نشوف لو انا عايز مثلا هنا ام هاي محمد جابه فلتتين، لو قلت له هنا عمر هجيب لي هنا عمر بالكابيتال عمر اسامة. تمام، هذه الفلترة الحرفية حسب قيمة اللي داخلة له. طبعا هذه بتساعدك لو كان عندك كمية كبيرة من الداتا ممكن تفلترها مباشرة. تمام، اذا عايزين نفلتر او نبحث نستخدم الوير. تمام، وبكون قبل السلكت. تمام، وهنا بتدخل له الفاريابل اللي انت عايز ايش التكست اللي عايز تبحث من خلاله، سواء كانت اي دي او سواء كانت string او كانت integer. وهنا contain معناته انك انت اذا كانت تحتوي على القيمة الموجودة هنا. انت هنا ممكن تقول له start with اذا كانت القيمة تبدأ ب dot. عندك هنا اكتر من خيار full name dot start with، او ممكن end with تنتهي ب، او ممكن تقول له equal
وتنفذ، تمام؟ بس، والسلام عليكم ورحمة الله.